طيب تعالوا نروح ليه اخبارنا النهارده. بس قبل ما نروح ليه اخبارنا، بما ان النهارده الحكم الروماني قدم مباراه كويسه في مباراه الاهلي وبيراميدز، ولكن كان في بعض القرارات اللي اثارت بعض الجدل، فناخد كالعاده كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه يقول لنا رايه في طاقم تحكيم اليوم والحالات التحكيميه اللي ربما تكون مثيره بعض الشيء للجدل. كابتن جهاد صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور كالعاده. صباح الخير كريم، على عليك وعلى كل مشاهدينك. ايه رايك الاول بشكل عام في طاقم تحكيم مباراه اليوم؟ احنا النهارده الطاقم التحكيمي الثاني اللي يجي في التنادي في مصر. لا انا شايف الطاقم النهارده اقل كتير من الطاقم التحكيمي اللي كان معانا المره اللي فاتت في الاسبان المره اللي فاتت. وهو اي نعم عندنا حالتين بس نختلف معاه فيهم. لكن بتكلم على المستوى العام، لا النهارده الحكم مش مقنع زي الحكم الاسباني اللي فات. كان حكم اسباني على اعلى مستوى، راجل ولو انه كان مش خبرات اقل بكتير. النهارده راجل بطاقم راح كاس عالم، هو كان ما كانش اساسي راح كاس عالم، لكن هو كان راح مكان هاتيجان الروماني، جاله ازمه قلبيه في تدريب من 4 5 شهور، وبالتالي دخل مكانه وده كان رقم 2 في رومانيا وراح كاس عالم. يعني الحكم بتاع النهارده ده ما كانش هيروح كاس العالم، بس الحكم اللي قبليه في رومانيا جات له ازمه قلبيه فهو ده راح مكانه. فده راح مكانه في نفس الطاقم بتاعه وخد المساعدين بتوعه وراح كاس عالم، لعب ماتش واحد في اوروبا اللي فاتت. وهو الراجل بقى له فتره موقوف في الدوري الروماني، كان اخطاء وشكوى منه فتره كبيره، فالنهارده الاداء بتاعه ده انعكاس للي حصل معاه في الفتره اللي فاتت. وهو راجل اي نعم راح كاس عالم، بس النهارده اداء انا شايفه غير مرضي. هنتكلم كريم في اصلين اثنين مهمين في المباراه النهارده قاس عليهم. في الدقيقه 66 ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لبيراميدز، الكوره بالظبط بيلعبها ملعوبه بالعرض. لا اللي نجح في لعب الكوره، المعيار بالنسبه لنا في اللقطه دي لعب الكوره، اللي نجح في لعب الكوره هو مهاجم بيراميدز، ومحمد هاني عمل قفزه على الخصم، وبالتالي كانت ركله جزاء سهله لم تحتسب. وللاسف الفار المجري اللي موجود، وبرده عايز برده اؤكد ان الفار المجري اللي موجود دلوقتي مش موجود في قائمه حكام الفار في الدوليه، وبالتالي احنا المجر ما فيش فيها حكم دولي فار. فطبعا لما نيجي ماتش زي ده، ماتش كبير زي ده، فاحنا محتاجين حكم دولي فار زي ما عندنا حكام دوليين في مصر فار. فلما يجي لنا من بره حكم اجنبي بعمله صعبه، فمحتاجين برضو يجي لنا حكم اجنبي فار دولي، وده مش موجود. الراجل اللي موجود ده درجه اولى فار في مع رخصه الفار، بس مش حكم دولي فار في المجر. طبعا لما تتدخلش في اللعبه، وكانت لعبه سهله جدا يا كابتن جهاد. معلش هنكمل اللعبه، بس الست دلوقتي بتقول لي حاجات بتفاجئني بتضايقني. يعني دلوقتي احنا ما خليناش حكم فار دولي في مصر هو اللي يبقى موجود في غرفه الفار عشان نجيب واحد اجنبي، فجبنا واحد اجنبي مش دولي. طب بنجيب من اجنبي ليه؟ ادام احنا مش جايبين واحد دولي. للاسف يعني انا بقول لحضرتك الاختيار، طبعا المجر ما فيش فيها حكم دولي فار خالص. ما احنا جبنا حكم احنا ما بنجيبش اجنبي وخلاص، يعني مش اي خواجه هنجيبه وخلاص. المفروض يجي لنا على مستوى على الاقل يعلم حكامنا نستفيد منه، الراجل يبقى موجود يضيف في المباراه. صحيح. وبالتالي النهارده بقول لحضرتك ركله جزاء سهله ما تدخلش فيها، كان لازم يتدخل فيها. اي حكم فار في مصر كان تدخل فيها واحتسب راجل جزاء صحيح. الحاجه الثانيه برضو في الدقيقه 94 وبرضه الحكم الساحه موجود وحكم الفار موجود، واحتسب ركله جزاء غير صحيحه لبيراميدز النهارده في الدقيقه 94. مفيش دفع موجود من لاعب النادي الاهلي، مفيش اي تلامس بالرجل تحت. عبد الله سعيد مجرد يحس التلامس بسيط في ظهره، التلامس ده لا يرقى لدفع ولا مسك ولا خطا من مدافع النادي الاهلي. الراجل بيسقط ويحسب ركله جزاء. حتى لو حكم اخطا في الملعب، كان المفروض حكم الفار اللي اتكلمنا عليه ده يتدخل ويقولوا اللعبه تعالى شوفها مفيش فيها ركله جزاء. وبالتالي خطأين كبار في مباراه كبيره زي ديت. طبعا احنا بنجيب الاجنبي عشان الحكام المصريين يتفرجوا عليه ويتعلموا منه، لكن النهارده كان التحكيم بالخطأين الكبار دول يا كريم كان غير مرضي. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.